ازيك عامله ايه؟ No worries at all. You're here now, and that's what counts. How can I assist you today? ايه الفرق؟ طبعا انت عارفه ان احنا في الحر دلوقتي جدا في مصر، درجه الحراره بقت عاليه. عايز اعرف اول حاجه، بالفعل الطقس في القاهرة حر جدا اليوم، درجة الحرارة الحالية هي 26 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل إلى 40 درجة مئوية خلال النهار. هناك تحذير من الأرصاد الجوية بشأن موجة حر شديدة، وينصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب كميات كبيرة من الماء. ابقى في أمان وحاول البقاء في أماكن جيدة التهوية وارتداء ملابس فضفاضة ذات ألوان فاتحة. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المساعدة، فأنا هنا لمساعدتك. المساعدة بتاعتي إن أنا عايز أعرف لما أجي أركب تكييف، المفروض إن أنا إيه التعليمات والإرشادات اللي أتبعها عشان التكييف ده يبقى فعلا مغطي الغرفة اللي أنا مركبها، ويكون فعلا بيديني كل القدرة بتاعته. عند تركيب تكييف جديد في مصر، هناك عدة نصائح وإرشادات يجب مراعاتها لضمان أفضل أداء وسلامة التكييف. ملائمة قدرة عداد الكهرباء: تأكد من أن قدرة عداد الكهرباء في المكان تتناسب مع قدرة التكييف المراد شراءه. تجهيز وصلات الكهرباء وصرف الماء: يجب تجهيز وصلات الكهرباء اللازمة ووصلات صرف الماء بطريقة مناسبة. اختيار نوع التكييف المناسب: هناك أنواع مختلفة من التكييفات مثل الأسبليت، الكونسيلد، السقفي، الشباك، والمركزي. اختر النوع الذي يناسب المكان. قدرة التكييف: اختر قدرة التكييف المناسبة لحجم الغرفة أو المكان المراد تبريده. التركيب الاحترافي: يفضل الاستعانة بفنيين محترفين لتركيب التكييف لضمان الأداء الأمثل والسلامة. للحصول على دليل تفصيلي خطوة بخطوة لتركيب التكييف، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو التعليمي. ولمعرفة أفضل أنواع التكييفات في مصر لعام 2023، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة أو لديك أسئلة أخرى، فلا تتردد في طرحها. تمام، اللي أنا أعرفه كمان إن لازم تكون الغرفة معزولة كويس، ووقت استخدام التكييف يكون الدنيا متقفلة كويس. تمام، ولو الغرفة دي بتتعرض للشمس بشكل مباشر من كل الاتجاهات، لازم أكون بستخدم. صحيح، عزل الغرفة بشكل جيد يعتبر من الخطوات المهمة لضمان كفاءة التكييف. إليك بعض النقاط لتحسين عزل الغرفة واستخدام التكييف بكفاءة. عزل النوافذ والأبواب: تأكد من أن النوافذ والأبواب محكمة الإغلاق لمنع تسرب الهواء البارد خارج الغرفة. استخدام ستائر عازلة للحرارة: استخدام ستائر ثقيلة أو عازلة للحرارة يمكن أن يقلل من دخول الحرارة إلى الغرفة. عزل الجدران والسقف: إذا كانت الغرفة تتعرض لأشعة الشمس مباشرة، فقد يكون من المفيد عزل الجدران والسقف لتقليل تأثير الحرارة. تجنب فتح الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف: للحفاظ على البرودة داخل الغرفة، يجب إغلاق الأبواب والنوافذ جيداً أثناء تشغيل التكييف. باتباع هذه الإرشادات، يمكنك تحسين أداء التكييف وتقليل استهلاك الطاقة. إذا كان لديك أي استفسارات أخرى أو تحتاج إلى مزيد من المعلومات، فأنا هنا لمساعدتك.
وطبعا لو الغرفة معرضة للشمس من كل الاتجاهات او في الدور الاخير او حاجة، لازم استخدم قدرة تكييف اعلى من القدرة اللي يحتاجها حجم الأوضة نفسها او مساحة الأوضة. نعم هذا صحيح، إذا كانت الغرفة معرضة لأشعة الشمس من جميع الاتجاهات أو تقع في الدور الأخير، فمن المحتمل أن تكون أكثر حرارة من الغرف الأخرى. في هذه الحالات قد تحتاج إلى استخدام وحدة تكييف بقدرة أعلى لتعويض الحرارة الزائدة. إليك بعض النصائح لتحديد قدرة التكييف المناسبة. حساب حجم الغرفة: ابدأ بحساب حجم الغرفة بالمتر المكعب، الطول في العرض في الارتفاع. مراعاة التعرض للشمس: إذا كانت الغرفة تتعرض للشمس بشكل مباشر، قد تحتاج إلى زيادة قدرة التكييف بنسبة 10% إلى 20%. الدور الأخير: للغرف الموجودة في الدور الأخير، قد تحتاج إلى زيادة القدرة بنسبة 10% لأن السقف يمكن أن يمتص حرارة أكثر. عدد الأشخاص والأجهزة: احتسب أيضاً عدد الأشخاص الذين يستخدمون الغرفة والأجهزة الكهربائية التي تولد حرارة. بشكل عام، ينصح باستشارة خبير أو فني تكييف لتحديد القدرة المناسبة بدقة أكبر. إذا كان لديك أي استفسارات أخرى أو تحتاج إلى مزيد من المعلومات، فأنا هنا لمساعدتك. تمام، بالنسبة للاستهلاك الكهربائي بقى، لازم طبعاً قطاع السلك يكون مناسب او اكبر عشان اقدر ان انا ما يبقاش الفاتورة كبيرة. طبعا ده من ضمن الحاجات برضو اللي هتساعدني في ان انا ما استخدمش فاتورة كبيرة. صحيح، اختيار قطاع السلك المناسب للتكييف يعتبر عامل مهم لضمان كفاءة النظام الكهربائي وتقليل استهلاك الطاقة. إليك بعض النقاط الأساسية لاختيار السلك المناسب. قطاع السلك: يجب أن يكون قطاع السلك كافياً لتحمل التيار الكهربائي الذي يستهلكه التكييف. استخدام سلك بقطاع أصغر من اللازم قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السلك وزيادة فقد الطاقة. طول السلك: كلما زاد طول السلك، زادت مقاومته، وبالتالي يجب اختيار قطاع أكبر للسلك إذا كان سيتم تمديده لمسافات طويلة. نوع العزل: يجب اختيار السلك ذو العزل المناسب لتحمل الظروف البيئية المحيطة مثل الحرارة العالية. الحماية: استخدام قواطع تيار ومفاتيح كهربائية مناسبة لحماية الدائرة الكهربائية من الأحمال الزائدة. للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول كيفية اختيار قطاع السلك المناسب للتكييف، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو التعليمي، وهذا الفيديو الذي يقدم جدول شركة فينوس لاختيار القاطع والسلك المناسب لأجهزة التكييف. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة أو لديك أسئلة أخرى، فأنا هنا لمساعدتك. ما هو الفرق بين التكييفات التي العادية والتكييفات التي تعمل بنظام تكنولوجيا الانفرتر؟ الفرق بين التكييفات العادية والتكييفات التي تعمل بتكنولوجيا الإنفرتر يكمن في طريقة عمل الضغط وكفاءة استهلاك الطاقة. التكييف العادي يعمل بنظام تشغيل كامل القدرة والفصل السريع دون تخفيض سرعة الكمبروسور. عند تشغيله يعمل بكامل طاقته حتى تصل درجة حرارة الغرفة إلى المستوى المطلوب ثم يفصله. التكييف بتكنولوجيا الإنفرتر يعمل بقدرات متغيرة تتراوح بين 0% إلى 100%، تعتمد على الحرارة المطلوبة وسرعة المروحة. يتأقلم مع درجة حرارة المكان المراد تبريده،
مما يؤدي إلى استهلاك طاقة أقل. مميزات التكييف بتكنولوجيا الانفرتر: استهلاك طاقة أقل، استقرار درجة حرارة الغرفة، سرعة التبريد الأسرع، تشغيل هادئ، مناسب للعمل في الأجواء الحارة، ضمان أطول على الضغط من الشركات المصنعة. سلبيات التكييف بتكنولوجيا الانفرتر: التكلفة الأولية مرتفعة، قد تكون كفاءته منخفضة في الأجواء الحارة جداً. تكلفة صيانة مرتفعة، يجب تنظيفها بشكل دوري للحفاظ على الأداء. لمزيد من التفاصيل يمكنك مشاهدة هذا الفيديو الذي يشرح الفرق بين التكييف الانفرتر والعادي، وهذا الفيديو الذي يقدم معلومات إضافية. إذا كان لديك أي استفسارات أخرى أو تحتاج إلى مزيد من المعلومات، فأنا هنا لمساعدتك. إيه أفضل شركات بتقدم تكييفات في مصر؟ أفضل أنواع كشركات مصنعة للتكييفات. في مصر هناك العديد من الشركات المعروفة التي تقدم تكييفات ذات جودة عالية. بعض من أفضل الشركات المصنعة للتكييفات تشمل: شارب، معروفة بتكييفاتها ذات التكنولوجيا العالية والكفاءة في استهلاك الطاقة. كارير، واحدة من أقدم الشركات في مجال التكييف ولها سمعة طيبة في السوق. تورنيدو، تقدم تكييفات بمواصفات متنوعة وأسعار تنافسية. LG، تعتبر من الشركات الرائدة في تكنولوجيا الانفرتر. يونيون اير، شركة محلية لها حضور قوي في السوق المصري. فريش، تقدم تكييفات بأسعار معقولة وخدمة ما بعد البيع جيدة. هذه الشركات تقدم موديلات متنوعة تناسب الاحتياجات المختلفة من حيث الحجم والقدرة والميزات الإضافية. ينصح دائما بمقارنة المواصفات والأسعار وقراءة التقييمات قبل الشراء لاختيار الأنسب لاحتياجاتك. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو لديك أسئلة أخرى، فأنا هنا لمساعدتك. بس أنا من خبرتي بقول إن كارير إنفرتر هو أفضل تكييف، هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ اختيار أفضل تكييف يعتمد على عدة عوامل مثل الاحتياجات الشخصية، ميزانية الشراء، والظروف المناخية للمكان. تكييفات كارير بتكنولوجيا الانفرتر تعتبر من بين الأفضل في السوق بسبب كفاءتها العالية في استهلاك الطاقة وأدائها الموثوق. ومع ذلك، قد يفضل البعض علامات تجارية أخرى تقدم ميزات أو خدمات ما بعد البيع تناسبهم أكثر. من المهم أيضاً النظر في التقييمات والمراجعات من المستخدمين الآخرين والاستشارة مع خبراء التكييف للحصول على رأي متخصص قبل اتخاذ القرار. إذا كانت لديك تجربة جيدة مع تكييفات كارير إنفرتر وتجدها تلبي احتياجاتك بشكل مثالي، فهذا يعتبر مؤشراً جيداً على أنها قد تكون الخيار الأفضل بالنسبة لك. إذا كانت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو لديك أسئلة أخرى، فأنا هنا لمساعدتك.